دكتور احمد عاشور المدير الفني لفريق دمنهور، اهلا بك في كل بلدنا. اهلا وسهلا. فوزين متتاليين لدمنهور رفع الرصيد الى 18 نقطه. شعور دكتور احمد عاشور؟ والله يعني طبعا الواحد بيفرح بالمكسب، والحمد لله يعني بادئين نحطه دمنهور في وضعه الطبيعي. كنا بادئين بدايه يعني كان في هبوط في النتائج مش في الاداء، انما الحمد لله دلوقتي الاداء والنتائج اتظبطت، فالحمد لله نحط دمنهور في الوضع الطبيعي بتاعها، رغم ان يعني احنا السنه دي بنبني فريق، انما الحمد لله بنبني فريق والنتائج ماشيه معقوله كتير جدا. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. تحسن الاداء بزود بالناشئين رفع الرصيد ورفع الاداء لدمنهور، لكن ما شعور حضرتك ان شاء الله في الهلال اللقاء القادم مع غزه كاف الدوار؟ لا احنا طبعا بره وجوه احنا بنلعب مع سماد ابوير مع فرقه محترمه ومع جهاز محترم، فطبعا وجايين نلعب على المكسب. في الاخر اضطرينا ان احنا ندافع شويه، انما احنا جايين نلعب على 3 بونت في اي ماتش بنلعبه بره جوه على 3 بونت، والتوفيق بتاع ربنا. مبروك الكابتن والتوفيق ان شاء الله في اللقاءات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا.